مع كل إصابة اللاعب بيكون تفكير الجمهور الأول يا ترى هيرجع إمتى ويشارك مع الفريق. بالنسبة للاعب بيكون في جانب تاني للقصة، جانب بيعاني فيه بدنياً ونفسياً خاصة مع الإصابات الطويلة، جانب فيه مستشفيات وعمليات ومتابعة مع أطباء وتأهيل طويل مع ضغوط نفسية. تشيموس كولمان ما قدرش يكتب حديثه عن معاناته نفسياً وقت الجلوس لفترة طويلة بدون حركة. أرون لينون أصيب بالاكتئاب بسبب الضغط المستمر اللي بيتعرض له، وكازورلا فكر جدياً في الاعتزال. بعد الإصابة اللاعب بيحس إن اللي حواليه أفضل منه بجانب خوفه من تكرار إصابته. ريكاردو برونا أحد أطباء برشلونة فسر السبب: اللعيبة دايماً تحت مؤثرات أكبر من الشخص العادي، وده بيعرضهم لخطر أكبر. الدعم الاجتماعي والنفسي المتواصل حل فعال لمساعدة اللاعبين في المواقف دي. الكرة أكيد فيها متعة وفلوس وإنجازات، بس برضو فيها جانب تاني أغلبنا مش شايفه.